سمرة يحيى، وبعد حضورها فرح أخو أبو جبل هاني. أبو جبل طارت على الجزائر، طبعا بتقول ما شاء الله ربي يحميك يا بلادي، راحت للجزائر. هنعرف مع بعض، لكن لا تنسوا الاشتراك واللايك والشير والبرتاج للفيديو، ودعوة حلوة للأميرة سمارة. سمارة يحيى راحت للجزائر لنمو، راح تفاجئكم في رمضان بعمل جديد، راح تكمل تصوير عمل جديد إن شاء الله يتعرض في رمضان. منتظرين طبعا نشوف المفاجأة في رمضان إن شاء الله، العمل اللي راح تقوم بيه سمارة. ولا تنسوا الاشتراك واللايك والشير والبرتاج للفيديو، دعم منكم للقناة، ليصلكم منا كل جديد.